بونجور، انت شو معاكي بكير؟ ما هي هيك دايما القصص بتصير بالقلب، وقتا يكون عندي شغل بوعى غصب عني، وقتا ما يكون عندي شيء بأنبز من قبل الضوء. عادي حبيبتي كلها مصير فينا هيك. شو عم تاكلي؟ فاصوليا ورز، طيبين الصبح. حلي بكورن فليكس حبيبي، شو بدي اكل يعني؟ هدول الكورن فليكس انا شريتهم هيك لهم. بس هذا انا عملته. ايه معني هذا بصير لإلي، بتفوتي بتعملي غيره. شو عامله اليوم؟ رايحة لعند بيي. صار لي زمان ما طلعت عليه. انت؟ ولا شيء. مرخيطه بالبيت بدي احضر شوية تي في. لك خليني انصحك نصيحه، اذا بدك تحضري دي في ديز تحضري من يلي على الشمال، ما بتقربي على تبع اليمين. اوكي، لانه اليمين ماني حضرتهم بعد. عمرك 600 غيره. لك تشطيفه تكنيسه للبيت ما بتشكي من شيء لانه صار بده. حياتي انت، لك ما عبالك اطبخ لك شيء طبخه وهيك وعد تكوني مستحيه او خجلانه، لانه بعرفك تخجلي. وهلا بكون ممنونتك. خلطه وبلا مربى. نطفي الحمام وراكي. بونجور. عندي موعد مع الأستاذ كميل. مين بنقول له؟ قولي له باسكال. انت باسكال؟ تشرفنا، اهلا وسهلا فيك. اعرفك على حالي، انا كاتيا سكرتيرته الخاصة للأستاذ كميل. تفضلي تفضلي ارتاحي لنا نشربك فنجان قهوة. لا بفضل اشربها جوا بالمكتب مع كميل. كميل، الاستاذ كميل مشغول 10 دقايق بس. تفضلي تفضلي ارتاحي تفضلي. لا ما علي، بفضل ضلني واقفه مرتاحه هيك. ضلي واقفه. كيف بتحبي القهوه، بسكر او بلا سكر؟ اكيد بلا سكر. انا قلت اكيد بلا سكر، تشربي لتحافظي على الجسم. لو سمحتوا فنجان قهوة بلا سكر على مكتب الأستاذ كميل. مرسي. قدي وزنك؟ سوري؟ وزنك قدي وزنك؟ انه حسب بين 50 و 51. ما بتفكري ابدا تعملي دايت؟ خلص يا ولاد توشتوني، راس قد الطبل. رورو ماكادو الجيني على ميزو باتسوسين باتسوسا اتشو. رورو ماكادو الجيني على ميزو باتسوسين باتسوسا اتشو. رورو ماكادو الجيني على باتسوسين باتسوسا اتشو. ميرا هي أهلا يا أهلا، اتفضلي فكي. يعني بعتبر الموضوع منتهي وراح اكون انا بطلة الفيلم؟ لا انت مش بس رح تكوني بطلة هيدا الفيلم، انا في كذا مشروع براسي. قلت لك وبرجع بقول لك، رح اعملك ممثلة صف اول وبكره بتشوفي. ميرسي يا احلى منتج بالعالم. يا
بتعرفي ليه انا بدي طلعك؟ بدها اثنين يحكوا فيها. هلا اذا مفكره لانك حلوه وبتتغنج علي بتكوني غلطانه. انا بالنهايه بزنس مان عم يغامر بمصرياته، وما في ولا وحده بتستاهل اني غامر بمصرياتي كرمالها الا اذا كان عندي ثقه اني رح تنجح وتنجحني معه. وانت اكيد شايف في هالشي ما هيك؟ هلا لا شايف، انا شايف فيك اكثر من هيدا الشيء. المهم انك تشتغلي على حالك. وانا مستعده لكل شيء. كل شيء. لكن بنبلش عزيمة هذا. بفضل عشاء انتيم اكثر. الهيئة رح نتفق كثير. قلت لك اني مستعد اعمل كل شيء كرمال اخذ بطولة الفيلم. قلت لك رح تاخذيها. دونزالين؟ نعم. تفضلي هي لك. ميرسي. زهرة الأوركيد هي زهرة الفخامة، وتقول: سأجعل الحياة جميلة من أجلك. لا ما بصدق، مش معقول. هلا بعدني اخذ الوردات. ميرسي على الأوركيد. ميرسي على إيه؟ أنا دايماً بعتش حاجة عشان تشكريني. شوفي بقى مين اللي بعتهم واشكريني. مين لكان؟ وائل. اه والله، مين وائل؟ ما هو انت ما عجبكيش اسمه وليد اللي هو بطل القصه، فانا غيرته وخليته وائل على وزن مائل. حبيت. على كل حال انا عازمك النهارده على مفاجاه لذيذه جدا واكيد هتعجبك. بس مين عازمني؟ وائل او نائل؟ على حسب انت هتقولي ايوه لمين؟ لوائل ولا نائل؟ شوفي. بعتقد ما في اقول لا. لا ولا واحد منهم. بس انا عارف بقى هتقولي ايه يا ابني. يا ابو خالد مفيش وقت، يلا بسرعه. اشنو؟ حبيبي حبيتها؟ يلا شو كبرانين؟ اشتقت لكم كثير انا. انا كمان اشتقت لك. انا كمان اشتقت لك اختي. حبيبتي انت. كيف لجرى جيت لعنا؟ جيت شوف بي واخواتي. ولو ذكريني معهم. ما اسمي غير مرت بيك وام اخواتك. بس مش امي. يا ريت بتعتبريني مثل امك. بس ما حدا فيكم محل امي. انا ما عم بطلب حل محل امك. انا بحبك وعم بعاملك مثلك مثل اخواتك. ليش دايما ليش هيك عم بتقصصيني كانه انا سبب بموت امك؟ ليش بتكرهيني هالقد؟
بعتذر بعتذر اذا حسستك انه بكرهك. انا ما بكرهك ابدا. وين بابا؟ راح عند عمو نزيه، ما بتلاقيه الا واصل. اليوم عامل ملوخيه بتاكلي معنا؟ لا معلش ماني جوعانه. يا دوري فينا ضلي دوري فينا يا دار دوري فينا ضلي دوري. ميرا انت هون؟ اشتقت لك. انا كمان مشتاق لك. ليه مقسية قلبك ما عم تيجي لعنا؟ كان لي فترة شوي مضغوطة بالشغل، لهلا لفتيت. بدك تتغدي عنا ما هيك؟ انا قلت له بس ما قبلت. كيف ما قبلت؟ اجباري بدك تتغدي عنا. فوتي 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 حضري لنا احسن اكل. فوتي حياتك. صحيح نسيت اقول لك حاجه، لينا عامله حفله عيد ميلادها بكره. طيب ان شاء الله الف مبروك. ليش عم تقولي لي؟ بقول لك عشان تيجي معي. لينا بتعرف انه انا وانت مع بعض؟ بتعرف؟ اه ما هي لينا صاحبتي الانتيم وقلت لها يعني ايه المشكله؟ بعرف انه هي صاحبتك الانتيم. المشكلة انه انا ما بدي حدا يعرف، وانت بتعرفي هذا الحكي منيح. ليه ما حدش يعرف؟ هو احنا بنعمل حاجة غلط؟ ما احنا زي اي اثنين مرتبطين. الا بقى لو انت مش معتبرنا مرتبطين. مش قادرة اصدق. لو انت شايفنا مش مرتبطين امال احنا ايه؟ فريندز؟ اه عشان كده انت اتضايقت امبارح لما جبت فرشة سناني عندك في البيت. لا 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 عادي، ولا تحرضي هيك دائما بلا طعمة. عادي الموضوع كلياته انت اصلا فهمتيه غلط كله. طب فهمه لي صح. شفت بقى ان انا اللي فاهمه الموضوع صح؟ حبيبي يلا افتح تمك. طب خلص ما بدك ما بدك. شو ماما؟ شو بك يا حبيبتي؟ ليه ما عم تاكلي؟ عم باكل عم باكل. شو حبيبتي؟ عجبتك الملوخية؟ عجبتني. خبريني بعدك قاعدة مع اللين بنفس البيت؟ ايه اكيد. ليه مين قالي غيرها اصلا؟ كيف مين قالك غيرها؟ ونحن شو؟ يا حبيبتي يا بيي لو بتقنعي وبتيجي بتسكني معنا هون بالبيت على القليلة بصير شوفك كل يوم وهيك بتوفري اجار الشقة. بيي صرت قلت لك مليون مرة هيدي الشقة هي شقة أهلها للين، يعني نحنا ما بندفع أجار. أنجأ منجيب القصص يعني اللي نحنا بحاجة لها ونقسمهم بالنص. بعدين هون البيت بعيد وصغير، أنجأ يساعدنا كلنا. لا صغير ولا كبير، ما تعتلي هم. أنت قرري تجي تسكني معنا وشوفي. بعطيك الأوضة الكبيرة وبحط الأولاد بالأوضة الصغيرة. بس قرري وتعي. ننبسط فيك كثير. فكرة منيحة. شو قلتي؟ لا
قلت لك هون بعيد عن شغلي، واصلا انا تعودت اقعد لحالي. حلو. حلو. كل ما بدك تزوري بيت بيك بدك ترجع مدبرسة وعم تبكي انه مش حالي. هاي مش بإيدي. كل ما اشوفهم مجتمعين كعائلة ومبسوطين بالآخر بحس حالي لازم اكون انا على محل اخواتي وامي على محل سلام. بحبون لاخواتي، بحبون كتير، بس بحسدن انه عندن عيلة وام وحرام سلام. كتير بتجرب تتقرب مني وتحسسني انه هي بدها تهتم فيي، بس بقدر. بحس انه امي عم بتشوفني كل الوقت، بحسها بكل زاوية من البيت. حبيبتي اكيد اكيد بدك تحسي فيها، لانه بالنهاية وهتفكري اذا هي مش موجودة معك هلا، يعني هي مش اشهاتك، مش حاسة فيكي. هيدا قلب الام، مش ممكن تتركي. أنا اشتقت لها، اشتقت لها كتير. أكيد بدك تشتقي لها ميرا، إني هي هيدا أمك، حقك تشتقي لها. إذا ما رح تبطلي توقفي بكي أنا ما رح روح أتعشى مع نائل الليلة. خلص لا 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 خلص بليز تحرقتي مع نائل، أنا ما بني شي. شو روحي انبسطي، شوفي شكلك. ليك عن جد ما بدي شيء. تأكيدة؟ تأكيد. وعدتيني بلا بكي. ايش يا كريم؟ مرسي. تفضلي. خلينا نتفق على شيء. الشغله اللي رح تبطل تعملها بعدين ما تعملها هلا. مبدئيا حبيت البعدين. لوين رايحين؟ أنا شخصياً ما أعرف شيء، في الحالة دي لازم نسأل وائل. أوكي. تفضلي. لا ولو بليز بليز عن جد خايفة بليز بليز نقلوله. يلا عشان بدأت. مش هيدا. بس بعدين أنا مالي باللي بيحصل ده وائل مش أنا. وأنا ما بوثق بوائل. خلاص ثقي في نائل. لحظة مش عم يتحرك. لا دخل. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك. وبعدين؟ ولا حك، شيلي بقلع لعنيك. شو رومانسي؟ ايه رايك؟ عن جد حاسه حالي بطله بقصه. انه الحياه الطبيعيه ما في حدا بيعمل هيك. ساعه غدا ببيت مهجور، ساعه قعده رومانسيه ببحيره. عن جد نيالي بوائل. يمكن لانك كاتب خيالك واسع وتفكر بهالطريقه. ويمكن يكون بطل القصه على باله انه لين تحب وتنغرم فيه. إذا هيك طمن بالك، يعني إذا بيكمل بهيدي الطريقة على أكيد رح تنغرم فيه. وهو ده اللي هو عايزه. وأنت شو بدك؟ أنا مش عايز حاجة غير إن بطلة القصة اللي عندي تكون مبسوطة. مبسوطة؟ أنت شو شيء؟ أنا إحساسي بيقول إنك مبسوطة أوي. وإحساسك بمحل. بس عندي إحساس تاني. شو هو؟ إن لين ووائل هيحبوا بعض. شوف انا بقى اعرفك قد ايه، لا قادر افهم تركيبتك ولا اعرف بتفكر ازاي. ولا راح تفهم، مش لحتى انا افهم بالاول. طب مش احنا اصحاب؟ تعال نفكر فيها بصوت عالي. اتفضل اشوف. يوم مش عايز لارا ويوم عايزها، يوم لا ما بحبش لين، يوم لا بحبها. هلا انا كل شغله بدي احكيها انا وياك، بدك تدخل لي لين بالموضوع؟ حبيبي لين هي الموضوع. عارف ليه لين الموضوع؟ عشان لا هتحب ولا حبيت حد قدها. لا بعدني بحب لين ولا بدي حب حدا تاني. مين هيك من الاخر يعني؟ طب لما الموضوع من الاخر كده وانت مخلص يعني قهر نفسك ليه عامل مناحه على لارا؟ مقهور، مقهور من الشيء اللي عم بيعمله فيها لانه ما بتستاهل. ولين هي اللي كانت تستاهل. رجعنا للين. رد. ايه يا استاذ كميل؟ ايه شو صار معك؟ بشو؟ بشو شو صار معي؟ شو بشو؟ معنا اللي اجتمعت فيه؟ لا بعد ما حكيته ما اجتمعنا مع بعض. ليه بقى؟ رجا قلت لك بدي تحل له القصة انت وياه. خلاص يلا دق له. التنين بدي يكون متنازل عن القصة. خير يا عم في ايه؟ في نيران نايل. ماشي.
تليفونك عم برن. الشخص اللي انا عايز اكون معاه بين ايدي. معقوله هسيبه ورد على مكالمه التليفون؟ ليه هالقد منيح؟ مش هالقد منيح ولا حاجه. انت بس اللي تلاقيك كنت تعرفي ناس وحشه. تفضل. هي صاحبك ما عم يرد علي. يمكن معوش رقمك وما بيردش على ارقام غريبه. انا دايما بكلمه من عندي. ما يؤاخذنا، انا نسيت انه هو شخصيه مهمه لدرجه انه ما بيرد على الارقام اللي ما بيعرفها. روق روق تصير. بعتذر. جرب تقول له من عندك. بقول له بعرفهم انا هدول النماذج، بعرفهم اصنص مرض، بعرفهم. الهيئة اللي عم بدق لك شكله مصر. بركي في شيء. هو بيني وبينك تليفون شغل. اها، لكن بليز رد وانا بهالوقت برتاح شوي. دوختني. الو. بونسوار نايل. سوري انا بحكيك شيء بوقت مش مناسب. اه الحقيقة انا مش فاضي دلوقتي. ممكن تكلمني بكره. ايه طيب ما مشكلة. بنحكي بعدين. ماشي، مع السلامة. عن جد وقح. وقح وقح. يعني بتوقع له تحت اسمه هيك وقح. لا ما عليك، يعني فيك تحكي. هو الحقيقة أنا قصد إني أغلس عليه في المكالمة دي بالذات. أف. ليه ولا؟ شكلك لئيم. لا لا خالص مش لئيم ولا حاجة. شوفي يا ليه، أنا بحب أتعامل مع الناس بنفس الطريقة اللي هما بيعاملوني بيها. بس الشخص ده بالذات كان لازم أرد عليه كده. لأن الراجل ده مرة ما احترمنيش ومرة التانية أزعجني. شو عامل لك؟ ما احترمنيش عشان كان في ميعاد شغل بيني وبينه. وتأخر عليه. وأزعجني لأنه قطع عليا أحلى رقصة مع أحلى أنثى في العالم. أها. أنا بدالك بقتلك. أقتله. قصدي بالقصة. احتمال وارد. أفكر فيه. خلص. هلأ بس روح على البيت تقعد تكتب عن هالقعدة الرومانسية بيني وبينك. قصدي بيني وبين وائل. ما تخلي التليفون يرن. أو هذا الشخص اللي اتصل، يعني خليه يعمل شي أكسيدان، شي حادث، يموت حتى قبل ما يتصل. عارفة لين إيه أحلى حاجة في الكتابة؟ انك تحسي انك عامله كنترول على كل حاجه في العالم اللي انت خلقتيه. خلقتيه بكل تفاصيله، يعني تقدري تتحكمي بكل الشخصيات اللي موجوده زي ما انت عايزه. ازاي تعذبيها، ازاي تعصبيها، تضحكيها، تبكيها، وممكن يجي يوم من الايام تقتليها. حلو انك تقدر تتحكم بكل شيء. عن جد حلو هالشعور. حلو مش حلو، لان الشخصيات دي بتفضل في راسك 24 ساعة في ال 24 حتى وانت نايمة، لدرجة ان ممكن الواحد يزهق من كتر الحكي بتاعهم. طيب بما انه انت اللي بتتحكم فيهم، ليه ما بتسكتهم؟ دي الحاجة الوحيدة بقى اللي الكاتب ما يقدرش عليها. خلينا اشرحها لك. الكاتب بمنتهى البساطة ممكن يقتل شخصية على الورق. حقيقية وموجودة.